ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الموضوع ديال اليوم غادي نفصلوا الجلابة إن شاء الله بإذن الله، نفصلها بالباترونات. عندها بعض الباترونات داين كاينين هاد الباترونات هادو اللي كيسهل على المبتدئ باش يفصل الجلابة بطريقة سهلة. كاين الباترون ديال التركيز، كاين ديال الكول، هاد الكول ديال القفطان، وكل ديال الجلابه، وكاين هذا الدوره ديال الكم ديال الدرع ديال اليد هو هذا، وكاين هذا ديال القب. يعني عندنا اربعه ديال الباترونات اللي كيسهلوا علينا الطريقه ديال الفصاله ديال الجلابه. بالنسبه للمبتدئ الى عنده هذا الباترون هذو راه غتجيه طريقه ديال الفصاله سهله، حيت كيحط الباترون كيخدم عليه وكتسهل عليه بزاف ديال الامور. بالنسبه للجلابه والقفطان بحال وطريقه الاستعمال ديالهم راه غتشوفوا معنا الطريقه، بقاو معنا في الفيديو. وبالنسبه لي يعني هاد الباترونات هادو راه كاينين، يعني كنصيفطهم لجميع المدن المغرب وخارج المغرب. اللي بغاهم يتواصل معايا في الواتساب او لا في باج فيسبوك اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف. الواتساب تا هو راه غنخلي لكم في صندوق الوصف اللي هو 0655 12 18 75. الا بغيتيهم نصيفطهم ليك فين ما كنتي كما ذكرت من قبل، يعني في المغرب او في خارج المغرب ما عنديش مشكل، كيوصلك حتى للدار. وان شاء الله باذن الله راه يعني غادي تتعلم بطريقه سهله. يعني بلا ما نطول عليكم غادي نبداو في طريقه تفصيل الجلابه.